شاء الله يتفقوا، ان شاء الله يتفاهموا العرب. كيتسناو انه العرب يتفقوا يديفلوباو بحال الاوروب. يعني حنا ما عندناش كلمه، الدول العربيه ما عندناش كلمه، وكنتمنوا انه هاد القمه هذه ماشي تمخض جبلا فولد فأرا، تمدد مشاريع، لما لا عمله وحده، سياسه تكون تتعم كاع الدول العربيه يتحدوا وتحلوا بزاف ديال المشاكل، من المشكل ديال فلسطين، من المشكل تاع سوريا، من بزاف ديال المشاكل العربيه، لان كتخصها غير تحد العربي يتحد. ويتوحدوا العرب ان شاء الله، هذه هي كي يتوحدوا العرب يتوحد الشعب، الرياص وهذيك الدنيا هذه هي كي يتوحدوا العرب، هذيك هي الخير. ونتمنوا ان شاء الله القدس يتحرر ان شاء الله. اتمنى ان تكون الوحده، ولكن صعبه صعبه. لماذا؟ لان هذا القمه العربيه لازم تتليها اجتماعات اخرى مع نفس المسؤولين العرب لكي ينجح هذا المؤتمر. هما من العاده يجتمعون ثم يتفرقون الى الابد.